تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد مذبحة الساجدين، ثلث رجال قرية الروضة أصبحوا شهداء. كلنا من وقت صلاة الجمعة أول أمس لغاية النهاردة كلنا في صدمة من الحادث المأساوي اللي فيه مذبحة الساجدين أكثر من 300 من الشهداء وهم في صلاة الجمعة أو أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة. القرية قرية صغيرة، عدد سكانها كلها 2000 نسمة، 1000 من الذكور و1000 من الإناث. الذين استشهدوا أكثر من 300، ده معناها تلت رجال القرية أصبحوا من الشهداء، وبالتالي هذه القرية بقت في نكبة كبيرة، وبعض الناس دعوا أن صلاة الجمعة القادمة تكون في هذه القرية في مسجد الروضة الذي استهدفه الإرهابيون. الحقيقة أن الصدمة لا زلنا بنحاول نفهم تفاصيلها، كيف تجرأ هؤلاء أن هم يدخلوا بيت من بيوت الله آمن فيه مصلين ثم يجروا هذه المذبحة المروعة. قرية الروضة حضراتكم هي قرية صغيرة زي ما قلت لحضراتكم على الخريطة، احنا في الساحل كده على البحر المتوسط بهذا الشكل. هنا بتلاقي العريش وهنا بير العبد، هنا البحر المتوسط. بتيجي هنا بقى تلاقي قرية الروضة اللي فيها مسجد الروضة اللي حصل فيه مذبحة الساجدين على بعد قد ايه؟ 40 كيلو متر من العريش. فالمسافة هنا من مسجد الروضة اللي حصل فيه مذبحة الساجدين إلى العريش 40 كيلو. لكن هذه القرية بتتبع مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء. زي قلت لحضرتكم عدد السكان فيها 2000، 1000 من الرجال و1000 من الإناث، 300 وشوية شهداء، يعني تلت رجال هذه القرية أصبحوا شهداء في مذبحة الساجدين، فيما يعد صدمة مش بس للقرية وإنما لمصر وإنما لكل الإنسانية ما جرى في يوم الجمعة أول أمس. رحم الله الشهداء. 2، الغرب يروج لمصطلح المساجد الصوفية لتمزيق المجتمع الإسلامي. مصطلح بقى جديد موجود في الإعلام الغربي، بدأنا للأسف ننقله في الإعلام المصري والعربي والإسلامي، المساجد الصوفية. بقى في تعبير اسمه المسجد الصوفي، كأن في مسجد صوفي ومسجد غير صوفي لعموم المسلمين حتى السنة. دلوقتي بنلاقي مصطلحات إن داعش هاجمت مسجدا صوفيا، مش مسجد للمسلمين أو مسجدا إسلاميا، لا، داعش هاجمت مسجدا صوفيا. ده الكلام اللي بيتقال في كل صحف العالم. بقى كله ماشي كأن في منهج منظم وتعليمات لكتير جدا حول العالم، كأنه الكل ماشي على كلمة واحدة، داعش هاجمت مسجدا صوفيا. تلاقي وكالة أنباء أجنبية هاجمت أحد المساجد الصوفية، مش يقول مسجد إسلامي أو مسجد للمسلمين أو مسجد وبس، ما معروف إن مسجد يكون للمسلمين، إنما مسجدا صوفيا أو أحد المساجد الصوفية. وبقى في ترويج للأسف حتى في الصحافة المصرية، لأنه قرية الروضة هي أحد معاقل الصوفية. طب مين اللي قال هذا الكلام؟ يعني أحد معاقل الصوفية؟ ده كل قرية الروضة 2000 نسمة و1000 من الرجال إذا كانوا بيحتفلوا أي مناسبات، وتلتهم بقى شهداء حتى لو كل أهل القرية بيحتفلوا. إزاي بتقول على قرية صغيرة عدد سكانها الإجمالي 2000 نسمة بقت فجأة أحد معاقل الصوفية في سيناء؟ كأنه في تبرير إن بيحصل هنا حاجات مخالفة للإسلام، وإن بالتالي في منطق لاستهداف هذه القرية الصوفية بين قوسين أو اللي هي أحد معاقل الصوفية في سيناء. ده كلام فارغ، وده وصف غير دقيق، وما يصحش إن يكون الوصف بهذه الطريقة إذا احنا شايفين العالم كله بيتكلم كأن داعش تستهدف الصوفية فقط أو استهدفت المسجد لأنه مسجد صوفي كما جاء في وسائل الإعلام الغربية.
يبقى إذن الكلام إنه هذه القرية أحد معاقل الصوفية ده كلام ملوش معنى. لما نقول على قرية كل سكانها 2000 نسمة إنها معقل من معاقل الصوفية، ده كلام خارج نطاق الدقة والمنهج العلمي. 2، يقول لك الشيخ عيد أبو جرير أحد أقطاب الصوفية اللي هو من قبيلة السواركة، اللي هو وصف في كل وسائل الإعلام أنه أحد أقطاب الصوفية. هو رجل تقي وزاهد رحمه الله، الكل بيتكلم عنه كلام كويس جدا، إنما هو أحد أقطاب النضال ضد الإسرائيليين. ده كان من قادة المقاومة الشعبية في سيناء ضد الاحتلال الإسرائيلي لسيناء. فلما تيجي توصفه تقول أنه أحد أقطاب الصوفية وإن القرية أحد معاقل الصوفية، وتختصر الأمر كله إن صراع بين سلفية متشددة وبين صوفية، ده خلل كبير جدا في التحليل، وخلل يساعد على المؤامرة الخارجية إن إحنا ما نقولش للناس الحقيقة أن داعش وغيرها ضد المسلمين، لا صوفيين ولا غير صوفيين، ولا قرية سكانها 2000 نسمة تبقى معقل للصوفية، ولا شيخ كان هو من مشايخ الجهاد ضد الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي يبقى فجأة بقى من أقطاب الصوفية فقط. نمرة 3، تلاقي بقى تحليلات في منتهى الركاكة، فيقول لك أصل السنة اللي فاتت 2016 جم وقت مولد النبي وفجروا كنيسة، والمرة دي قبل مولد النبي بأسبوع فجروا مسجد. طيب إيه علاقة ده بده؟ اللي واضح بالنسبة لنا هو ما ضد الجميع، ضد مصر كمصر وبالتالي المسلمين ومسيحيين، ضد كل المسلمين من كل المذاهب. لو احنا وافقنا النهارده ان في مسجد اسمه مسجد صوفي، هيبقى في مسجد اسمه مالكي ومسجد حنفي ومسجد شافعي ومسجد حنبلي، بعد شويه نلاقي بقى مساجد بقى فرعيه تحت المذاهب الاربعه. فاحنا كل شويه نلاقي تصنيفات لهذه المساجد. يتم تمزيق هذا الدين اربا قطعه قطعه. يتم تمزيق المسلمين الى سنه وشيعه، ثم السنة بقى اسمها عشرية وإسماعيلية وزيدية وغيرها، مساحات كبيرة جدا، وجوه الإسماعيلية نزارية وغخانية، وتلاقي كمان طيارات تانية. تيجي بقى عند السنة دلوقتي فنلاقي الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية الكتيرة جدا، ونيجي بقى نقول الصوفية والمالكية والشافعية والحنبلية وما إلى ذلك، مش هننتهي. الهدف تمزيق هذا الجسد الإسلامي فكريا وشرعيا وفقهيا، ثم تمزيقه إنسانيا، ثم تمزيقه بالمعنى الحرفي، تمزيق أجساد المسلمين كما رأينا في مسجد الروضة. محدش يتمادى في التفسير والربط بأشياء عبثية، الموضوع واضح تماما، لا صوفية ولا غير صوفية. اللي واضح أن الإرهاب يقتل المسلمين، الإرهاب ضد الإسلام. أي تفسير مبالغ فيه هو تفسير منحرف بيطلع بره القضية الأساسية. احنا بنواجه ارهاب ضد الدين وضد الدنيا، ضد الدولة وضد المسلمين، ضد كل المجتمع الاسلامي سنة وشيعة بكافة اطياف المجتمع الاسلامي. 3، ليست حربا على الصوفية بل هي الحرب على الاسلام. شوف بقى صحف العالم النهاردة، نيويورك تايمز، داعش يستهدف الصوفيين في جميع انحاء العالم، بس بقت مشكلة داعش مع الصوفيين، علشان يبقى الخلاف خلاف فكري. يقول لك طب هم ليه بيستهدفوا الصوفيين؟ يقول لك أصل الصوفيين دول أصحاب بدع من وجهة نظرهم. طب هي إيه البدع؟ أصل بيعملوا موالد وبيعملوا حاجات فكرية أو شرعية مخالفة للإسلام، وبالتالي داعش هي مع الإسلام السلفي المتشدد ضد هذا الشكل الإسلامي الصوفي. يبقى الموضوع فيه نقاش، بنتناقش بقى الصوفيين صح ولا داعش صح، والقتل ده ليه اساس ولا مش اساس، دول اهل بدعه ولا مش اهل بدعه، اللي بيعملوه صح ولا بيعملوه غلط. نخش في جدل تافه وركيك جدا نقعد فيه 1000 سنة، زي ما قعدنا 1000 سنة قبل كده في تاريخ الاسلام بنناقش هذه القضايا، ونبرر ما تفعله داعش او نجعله كانه وجهه نظر، كان ده خلاف فقهي. داعش عندها راي والصوفيه راي، وعلى أساس الخلاف الفقهي داعش تهاجم الصوفية. مش ممكن تكون صحف العالم كلها نفس النغمة ويكون الموضوع ده موضوع طبيعي أو ماشي بطريقة تلقائية.
مش هقول لك كل الصحفيين الكبار في العالم بيقولوا نفس الجملة، وده نتيجة رأيهم ووجهة نظرهم. نيويورك تايمز: داعش يستهدف الصوفيين في جميع أنحاء العالم. نيويورك تايمز: داعش لا يرى أن الصوفيين مسلمون. ده الترويج بقى. نيويورك تايمز أكبر صحيفة في العالم أو أهم صحيفة في العالم. فلما نيويورك تايمز تقول إنه داعش لا يرى أن الصوفيين مسلمون، يبدأ بقى اللي بيقروا إيه ده، معقول يعني الصوفيين دول مش مسلمين؟ يبقى داعش قتلوا ناس مش مسلمين؟ انسى بقى الجهل اللي هيقروا، ملايين الجهل اللي هيقروا كلام فارغ من أديان مختلفة أو مسلمين، ويخش يقروا كلمتين مش هيفهموا، بس بالنسبة لهم العنوان واضح: أن داعش يستهدف الصوفيين في جميع أنحاء العالم، أن داعش لا يرى أن الصوفيين مسلمون. ده بقى اللي هيبقى النقاش السائد، هل الصوفيين مسلمين ولا مش مسلمين؟ وهم بقى يردوا ودول يرد، دخلنا في جدل آخر غير الموضوع الرئيسي: نحن نحارب الإرهاب، كلاب أهل النار كما جاء في الوصف النبوي الشريف. تعال بقى مجلة نيوزويك. نيوزويك: أتباع المذهب الصوفي في العالم في خطر. يبقى نيويورك تايمز: داعش يستهدف الصوفيين في جميع أنحاء العالم. نيوزويك: أتباع المذهب الصوفي في العالم في خطر. مش المسلمين في خطر، لا، أتباع المذهب الصوفي. الكلام ده دلوقتي، بكرة بقى أتباع المذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي، أيا كان، بس دلوقتي النغمة اللي ماشية أتباع المذهب الصوفي. الإندبندنت البريطانية: داعش قتلت المصلين في سيناء، المفروض تسكت بقى، لا، لأنها ضد الصوفية. برضه كأنه خلاف فكري. يبقى إذن لما تلاقي الصحف الأمريكية والبريطانية كلها على خط واحد، آدي نيويورك تايمز أكبر جورنال، وآدي نيوزويك المجلة الكبيرة، وآدي الإندبندنت الصحيفة البريطانية المرموقة، أدي كل دول بيقولوا نفس الخط، إن المشكلة مشكلة الصوفية، مش إن دول مجرمين وإرهابيين وقتلة ضد الإسلام أو المسلمين. هيبقى في جدل عالمي، هل الصوفيين مسلمين ولا مش مسلمين؟ هتلاقي بقى كتير جدا من الكتابات في هذه السكة. هتلاقي جدل عالمي، حرب داعش ضد الصوفية لها أساس شرعي ولا ملهاش؟ هتلاقي جدل كتير جدا ضد الصوفية اللي هم تقريبا مئات الملايين، السنغال لغاية جاكرتا، من إندونيسيا للسنغال، من شرق المسلمين إلى غرب المسلمين، في مئات الملايين من الجماعات الصوفية، أعضاء في جماعات صوفية، أو مش أعضاء إنما عندهم انتماءات صوفية، أو ما عندهمش انتماءات، ما بيحترموا الفكر الصوفي. تخيل بقى ما يبقى هؤلاء الملايين الكتير من جاكرتا إلى الدار البيضاء إلى دكار في كل عالم الإسلامي عرضة لهذا الجدل والنقاش، مسلمين ولا مش مسلمين، داعش بتقتلهم ليه، أهل بدعة ولا مش أهل بدعة، إلى آخر هذا الجدل الذي دمر تاريخ الإسلام. 4. حرب المساجد، الإرهاب يريد هدم الإسلام، المبنى والمعنى معا. حرب المساجد هي موجودة بقالها فترة، يعني ده مش أول مرة يتم تفجير مسجد أو قتل مصلين في مسجد، إنما أول مرة في مصر. إنما بقالنا فترة منذ ظهور هؤلاء الخوارج الجدد، وإحنا كل شوية بنشوف نموذج لحرب المساجد، وشفنا تنظيم داعش إن مسجد الموصل اللي بقاله 1200 سنة، إن مسجد الموصل تم تدمير مسجد الموصل قبل ما يمشوا، عفوا، بقاله 800 سنة من القرن الـ12. هذا المسجد التاريخي اللي هو أثر تاريخي من القرن الـ12 بقاله أكتر من 800 سنة، تنظيم داعش هو ماشي فجر المسجد بالكامل، جاب المسجد بالكامل على الأرض. ليه؟ لأنه ده اللي خطف فيه أبو بكر البغدادي، ما ينفعش إن هم يحتلوه. تخيل هذه الحجة فيدمروا هذا المسجد. 2. مسجد السيدة زينب في دمشق تم تفجيره وقتل 8 أشخاص. 3. مسجد نجران جنوب السعودية برضه قتل 3 2015. 4. في مسجدين في وقت واحد تقريبا 2017 في أفغانستان، مسجد بيصلي فيه شيعة، مسجد بيصلي فيه سنة، مات هنا 30، مات هنا 40، سنة وشيعة مات 70، في مسجدين في أفغانستان 2017.
2016 كان في محاولة لتفجير المسجد النبوي. تخيل بقى، لأن الناس بتقول إزاي هؤلاء الخوارج يفكروا إن هم يضربوا مسجد الروضة؟ لا، هم فكروا في ضرب الروضة الشريفة نفسها في سنة 2016، ومات 2 من العساكر السعوديين أثناء محاولة إيقاف العربية. كان الهدف هو تفجير المسجد النبوي الشريف. طبعا إيه الحجة اللي عندهم؟ بيقول لك لأنه المسجد فيه ضريح، فبيعتبر أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو ضريح داخل المسجد، وبالتالي يجب تدمير قبر الرسول لأنه ضريح داخل المسجد. دي محاولة 2016. أنت بتتكلم مع ناس الكلام معهم تقريبا خلص الكلام، مفيش نقاش، مفيش حوار. لما يقول لك تفجير المسجد النبوي، لما يروح مسجد الروضة في صلاة الجمعة يقتل 300 من المصلين، من الساجدين، من الركع السجود، لما يعمل ده من أفغانستان إلى السعودية إلى الكويت إلى العراق إلى سوريا. إذا بنتكلم أن احنا في حرب حقيقية عند أناس لا عقل ولا دين عندهم، وهي معركة وجود لا حدود، مش نفوذهم وقوتهم، إما بقاء المسلمين وإما نهاية الأمة الإسلامية على أيدي هؤلاء الحمقى والأغبياء. لماذا تصف نيويورك تايمز الإرهابيين في سيناء بالمتمردين؟ نيويورك تايمز بتصف الإرهابيين إن هم متمردين. اللي يشوف صحف أمريكا معظم الكلام كأنهم متمردين، إنهم أصحاب قضية عندهم رؤية سياسية. ما التمرد كده، إن في تمرد، إن في قضية سياسية أو خلاف سياسي أو عندهم قضية أخلاقية. فتخيل بقى إن يتم الوصف إنهم متمردين. البعض يعني يخاف يقول لك مسلحين، البعض يقول لك مقاتلين، ما حدش عايز يقول إرهابيين. يعني تخيل بعد كل اللي عملوه ده لسه الإعلام الغربي بيقولش إن إرهابيين، بيقول مقاتلين أو مسلحين، أو بيقول زي نيويورك تايمز إن هم متمردين. قبل كده اتكلمنا الأستاذ محمد حسين هيكل لما قال زمان، واتكلمنا زمان في أوائل الطبعة الأولى، إن مجموعة الأزمات الدولية قالت أو وضعت سيناء من زمان أيام مبارك، وضعت سيناء إن هي زي كشمير، زي كل المناطق اللي هي مناطق الصراع ومناطق الاشتباك في العالم، ما كانش في أي شيء في سيناء. حصل بعد كده إذن في رؤية دموية إجرامية خارجية لسيناء، وقت ما كانش فيها ولا حدث واحد على الإطلاق نهائيا، حطوها مع كشمير من مجموعة الأزمات الدولية. دلوقتي بنشوف النتيجة اللي بقينا فيها، نتيجة هذه المؤامرة الخارجية، إنه إلى الآن بيقولوا متمردين. إن باحث تافه في جامعة ييل الأمريكية طلع قال إنهم مقاتلون من أجل الحرية. تخيل بقى اللي يصف هؤلاء المجرمين إن هم مناضلين من أجل الحرية أو مقاتلين من أجل الحرية. ده باحث في جامعة مرموقة، معقولة مش فاهم؟ لا طبعا فاهم، بس هو قاصد يروج هذا الترويج. إذا مجمل هذا القول إن في مؤامرة، توجد مؤامرة، إنما العالم كله مؤامرات. هي الفكرة كيف يتم تفكيك هذه المؤامرة، كيف تكون هناك رؤية كلية مضادة، كيف ننتبه لأبعاد هذا الأمر. إن المعركة ليست صوفية ولا غير صوفية، وليست فقط جيش وشرطة، وإنما المعركة هو إنهاء الدولة المصرية، والمعركة إنهاء الجيش والشرطة في مصر، المعركة إنهاء الأمة الإسلامية، المعركة يريدون إنهاء هذا الدين تماما. لكنهم في نهاية الأمر إلى زوال سيبقى الإسلام وسيبقى المسلمون. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.